تفضل هات لي اي كلمه دلوقتي وانا هقولها لك درجه مغربي. اجي شوف النار، اجي شوف الدين وجرب كيف تمت ويلكم بيكو في كوكب السلطعيكو. معنا النهاردة علي الصامد. التراك اسمه ايه؟ A40 يعني راب الشمال. يعني A40 عارف ليه؟ ليه؟ برود باي جانو 40. علي صامد ايه وفورتي اللي هو جانو فورتي. دي فتوى انا غير متحمل. طب يا جماعة بس في حاجة عايزين نعرفها، هل نعمل حلقة مخصصة لراس السنة ولا ما نعملش؟ بعد اذنكم انزلوا اكتبوا لنا في الكومنت تحت نعمل ولا ما نعملش. يعني هتبقوا موجودين في البيت تتفرجوا علينا ولا هننزل ننزل حلقة لنا نفسنا عليه لوحدنا؟ سؤال منطقي اظن. سؤال تحت الحزام. الطلب التاني بقى، ممكن يا اخ ده يدخلنا في التفاصيل؟ ممكن يا باشا، بس قبل ما نخش في التفاصيل للدعم اضغط لايك. خش في التفاصيل. كده يا بدرل ملاش حل. دايركتد باي ايوب. يا لوي ايه ده؟ بص ايه ده؟ دي ايه بقى؟ كازابلانكا؟ دي بقى بص، احنا كنا شفنا مدينه لونها ازرق. دي بقى مدينه لونها شاو. دي مدينه شفشاو احمر. مش عارف بقى اذا كانت كازابلانكا والله طنجة. بس هي ليه شكلها حلو؟ سؤال والله. ايه السؤال ده؟ ليه شكلها حلو؟ لا الصراحه عاجبني الستايل، ان البلد كلها بتبقى ستايل واحد. طيب نخش في التفاصيل. ما احنا دخلنا في التفاصيل دي. قمر في فين غدا ليا اللي خابطني فيها دي سنين. قمر في فين مشات ليا إذا في عمري هادي سنين. عاجي شوف هنا، عاجي شوف هنا جنا وشو كيف السامت هنا. عاجي شوف هنا، عاجي شوف الدين وشارو كيف سامت بدا. عاجي شوف هنا، عاجي شوف هنا جنا وشو كيف السامت هنا. عاجي شوف هنا، عاجي شوف الدين وشارو كيف سامت بدا. عاجي شوف في نيجنا ولاد بني مكادا ماشي بيدنا لعطيشنا عمرو التران ما فاتنا. ده غريب يا زميلي. بس الكلام مفهوم صح؟ كلام مفهوم بس عايز تركز. يعني مفهوم والراجل عم معنا احلى وجه. كاتب الليركس على الفيديو. عاجي شوف هنا، عاجي شوف فين عشنا وشوف كيف استعملتنا. اجي شوف فين عشنا وشوف كيفاش تعمل تحنا. عاجي شوف هنا، عاجي شوف بينا وجرب كيف تعمل تبدا. حلوة اصلا الكونسبت بتاع الاغنية بتاع اللي هو تعالى شوف احنا بادئينها منين وجايبينها منين. احنا جايبينها منين يا زميلي؟ احنا جايبينها من تحت. احنا جايبينها من على الناصية اللي هناك دي. في نيشنا ولاد بني مكادم ماشي بيدنا لعطيشنا عمرو التران ما فاتنا. تعلمنا جيبوها واخا تكون ماشي بيدنا. قرينا اللي ما قراوش حيت الواقع اللي فاتنا. مكتابة لينا الكيفة حيت بدينا من طاق طاق. بلا سلام غير صدام حلم اللي تحقق. مكتابة ليا اللي كنعيش وانت كتشقى. مكتابي انا فوق وانت بيت كتسفى. كل واحد حلمه، كل اللي بيت بيت كل اللي حلمه قدامه. ايوه كل واحد ايوه 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 كلام حلو فشخ. علي صامد الحنجره التخينه تحس في واحد في زوره جوه. الصوت بيطلع من هنا. تمام. يعني مش بيطلع من هنا بيطلع من هنا. حلوة فشخ الكلام. حلو فشخ يا زميلي. انا بركز مع الكلام والله العظيم. مسحول معاك. كتابي انا فوق وتبيت كتسفى. كل واحد وحلامه، كل واحد وحلامه، كل واحد وحلامه، كل واحد وسلامه، كل صباح عيد كل اللي طاح في صدامه. كل واحد وحلامه. ايوه كل واحد وسلامه. ايوه عجبني طريقته. كل واحد وحلامه، كل اللي بيت كل اللي حلمه قدامه. كل واحد وسلامه، كل صباح عيد كل اللي طاح في صدامه. قمر في فين غدا ليال اللي خاب ضني في هادي سنين. قمر في فين مشات ليال اللي ضاع في عمري هادي سنين. عاجي شوف هنا، عاجي شوف فين عشنا وشو كيفاش تعملت انا. عاجي شوف هنا، عاجي شوف يدينا وجرب كيف تعملت بدا. عاجي شوف هنا، عاجي شوف فين عشنا وشو كيفاش تعملت انا. عاجي شوف هنا، عاجي شوف يدينا وجرب كيف تعملت بدا. واقع عقل فين كبرت انا وخوتي في الحومه.
التراك حلو، التراك الفايب بتاعته حلوه فشخ. بص يا زميلي، طالما يعني طالما الكلام بيبقى عن منطقه، على الحومه، على المنطقه بتاعتنا، ايوه، بيبقى طالع من القلب، انت فاهم. لا وعجبني انه عمل شوت اوت للتراك بتاع خاف ظني بتاعه، يعني قال كلمه خاف ظني دخلها كده في جمله حلوه. انا عجبني فكره ان هو يرجعك كده. خاف ظني موجود على الانستغرام عندنا يا جدعان، اللي ما يعرفش يعني. شوفي بينا وجرب كيف تعمل تبدا باقي عقل فين كبرت انا وخوتي في الحومه، باقي حافظ درجه درجه بحال اللي البارح اليوم. بدينا في التروب انا وعشيره درجه درجه نحل البارح اليوم حتى ولينا سوقو كفحنا بزاف حتى ولينا بزاف بلا ما تجيك غريبه من اللي ولينا سوقو كفحنا بزاف حتى ولينا بزاف بلا ما تجيك غريبه من اللي ربينا الكتاب. اي حاجه كتجي غير بالصح وتماره، واي حاجه جات راه عندها تماره. ايوه ميساج نكاع ولاد الحي، في ما كنت كيف ما كنت دابا صار الري تقبيا كنشوفك خاي اذا بديتي كمل اي حاجه فيها باي قمر فين فين غدا ليال لي خاب ظني في هادي سنين قمر فين فين غدا ليال قاع ما عارفين فين غدا الايام، يعني ما احناش عارفين الايام راحت فين، الايام رايحه فين او بتودينا فين، بتودينا اي حاجه فيها باي قاع ما عارفين فين غدا الايام اللي خاب ظني في هادي سنين قاع ما عارفين فين مشات الايام اذا في عمري هادي سنين. اجي شوف هنا اجي شوف هنا شنو شو كيفاش تعملت انا اجي شوف هنا اجي شوف يدينا وجرب كيف تعمل تبقى اجي شوف هنا اجي شوف كيفاش تعمل انا اجي شوف هنا اجي شوف يدينا وجرب كيف تعمل تبقى ورا لا ما تقولش انه خلص ورا 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 لا لا يا جدعان لا ليه هو ليه خلص بسرعه تعاشي فينا تعاجي برضو نفس الكلام برضو. طب والله الحروف اللي ورا بعضها بتعمل لي خوته في الكلام يا اخي يا اخي بحب التراكات اللي بقى اللي بتعدي كده دي بتضايقني والله ما حسيتش بيه والله العظيم ما هو عشان هو تراك مش تراك تقيل هو التراك يعني لا التراك خفيف حلو انا عشان كده ما حسيتش بيه بس يعني عدى عليك الوقت كالفنوة اللازمة اللي بيقولها في التراك ايه؟ بص بيقولها ازاي؟ احنا بنقولها تعالى شوفنا هو تعاجي شوفينا تعاجي شوفينا بص شوفينا بيحط الحروف ورا بعض وحروف ما ينفعش تتنطق ورا بعض بيحب يركب احنا قلنا ايه؟ والله العظيم تعاجي شوفينا احنا قلنا ايه؟ والله العظيم الموضوع ده غريب قلنا في المغرب بيصحى الصبح ينابه فقط لا غير لا تركيبه الكلمه نفسها ما هي دي الدرجه بقى زميلي تعاجي شوفينا هي صعوبتها في ايه صعوبتها ان هي يعني انت لو بتقرا الكلام ما تفهم انت فاهم بس تسمعه درجه بياكلوا الحروف وبيدخلوا الحروف في بعض فبيبقى صعب قوي انت تفهمها كاجنبي انما هم يعني اكيد خلي بالك تهميله عارفين كل الكلام خلي بالك غير كمان ان في الراب خد بالك برضو الراب طريقه كلامه دايما بيبقى فيها الدرجه انا لاحظت ان في كلام كتير جدا 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 في الدرجه المغربيه لو شلت منه حرف او حرفين زياده هتلاقي الكلمة زي ما هي هو العربي عادي بس هو زي الفرق عندنا كده احنا مثلا بنزود حروف هم برضو بيزودوا حروف مختلفه عننا يعني اللي هو مثلا احنا دايما كلامنا كله فيه ب هنروح كلامنا في اوله ب حرف ب هم مثلا كلامهم اغلبه في اوله كاف لا 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 هي هنروح عندهم كنروح اي انت عندك حرفين او ثلاث حروف بتحطهم قبل هم اي كلمه بس احنا مش ملاحظين الكلام ده لان احنا اصلا متخيلين ان هي المفروض تبقى كده انت فاهم يعني ده تمامها ده الصح بتاعها يعني مثلا بتعمل مثلا انت بتقول بتعمل وانت مش واخد بالك ان انت بتزود ب هي المفروض في الاصل اعمل سوف افعل هي دي بقى اللغه العربيه دي اللغه ده دي ملهاش علاقه كل واحد بياخدها ناحيته بقى بعمل بعمل وهم احنا بنقولها مضارع بعمل الحرف اللي بيزيد عندهم مضارع كاف كعمل. كاف وبعدها بس هي ما عندهمش عمل كاف وبعدها نون او كاف وبعدها كتعمل. كتعمل 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 لو انا يبقى كان انت بتقول غلط انت لا والله احنا محتاجين حد والله لا زي ما بقول لك متمرس للدرجه والله زي ما بقول لك كده مثلا يقول لنا الكلام ده صح ولا غلط هات لي اي كلمه دلوقتي وانا هقولها لك درجه مغربي قول يا زميلي يا عم ابدا معاك بالسهل هنروح كنمشي هناكل كناكلو كناكلو كناكل ايه كناكل دي هي كده كناكل يعني هناك
ناكل يعني لا ما كانتش كناب يا عم. لا هي مش كل مش اي حاجه بتتحول للكاف. ما هي مش كل حاجه بس في حاجات في شين في استخدام للشين كتير برضو. ما لا ما يعني والله في استخدام للشين كتير فشخ. هشوف مثلا كان شوف كان شوف نلعب كان نلعب كان نلعب كان اهدر معاك بالحق. ماشي بحبها قوي والله بحب الجمله دي جدا. كان اهدر معاك بالحق يعني هتكلم معاك بجد وجدان. كان هذا معاك بالحق يعني بكلمك بجد يعني يعني بكلمك بجد هكلمك بجد تمام. والله العظيم فعليا هي قريبة للغة العربية بس الفرق ان انت عندك برضو انت بتقعد تزود حروف وهم برضو بيزودوا حروف. الكلمة نفسها في اللغة العربية واحدة بس في بقى اللي الحروف المضارع والماضي والمستقبل هي دي بقى اللي مختلفة عند كل بلد انت فاهم. بتزود بقى الحرف اللي بيناسب البلد دي هتعوده على كده انت فاهم. بس والله فعليا لو ركزت فيها تلاقي عادي انت الدنيا تمام وفاهم الدنيا انت فاهم. بس المشكله طبعا لو سمعناها فراب والكراب والله يعني يا تراب يا راب يعني. بص بقى الموضوع ايه بيبقى سريع جدا ده حقيقي. وطبعا عشان بيبقى الفلو انت لازم توازن ما بين القوافي والحاجات دي. بس خلي بالك احنا دلوقتي ممكن تاكل حرفين ثلاثه كده دلوقتي اللي بنعمله ان احنا بنتعلم الدبجه المغربيه باصعب الطرق باصعب الطرق يعني. بص من الليفل اللي فوق والله العظيم باصعب الطرق. احنا ممكن نسهلها على نفسنا والله بنعرفها من الليفل اللي فوق. لا بالعكس انا شايف ان دي اولا فيها متعه لما بنقعد على الكلام ونحاول نفسره كده حتى لو احنا بنفسره غلط انت فاهم. بس فكره ان انت بتحاول تفسره بتحاول تفهمه بطريقه لما بتيجي مثلا طبعا يعني شاكرين كل الناس اللي بتصلح لنا في الكومنتات ده بس لما بنيجي نعرفها من الكومنتات بعد كده بتثبت تثبت ليه لانها كانت مرتبطه بموقف انت فاهم. على العكس مثلا ان انت ممكن تحاول تفهمها بطريقه تانية انا شايف الطريقه دي احسن وممتعه مش صعبه وبتاخد وقت بس هتيجي واحده واحده تاخد وقت زي ما تاخد. المهم من الوقت انك توصل اهم من انك اهم من الشغل تظبيط الشغل بس والله المهم انك توصل في الاخر. مش مشكله بقى انت هتوصل امتى اشتغل يا جدعان احنا ده طلعنا بره بس الكلام مهم بس الكلام مهم ومفيد مهم جدا والله. دي كانت حلقه النهارده من برنامجكم بلاك اند وايت. كان معاكم دادي شغي سلام.